مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مداولة بعد الجلسة في موضوع ديال تامي بناني. المحكمة صدرت الحكم ديالها مرة أخرى بحضور شاهدتين وإجلات الملف 28 تسعود. غادي نشوف في الأول مع الأم حياة كيفاش شافت الحكم ديال المداولة بعد طلب ديال الدفاع ديال المعتقلين. المحكمة تطالب مرة أخرى بحضور الشاهدتين، كيفاش كتشوفي الأمور؟ اول حاجه غنقول بسم الله، راه بديت كنشم الريحه ديال العدل. غير لو فيت ان الصراحه المؤقت ترفض، لان النيابه راه عارفه علاش، ولو فيت ان السيد احد من الدفاع رفض الحديث ديالي امام الهيئه والتعبير على ما يخالجني في هذه الحاله. هذه انا راه ما كنقول الا ان شاء الله كاين النصر، كاين النصر باذن الله، لان حتى الهيئه المقرره ما كتصرفش من فراغ، كتسمع للطرفين وكتاخذ القرار الاخير ديالها اللي هو يحترم. اذا هاد الرفض اللي ترفض لي الحديث ديالي فيه جوج حاجات، يا اما خوفا شنو كنت غادي نقول واللي مازال محتفظه بيه وغادي نقوله، ما نقولوش في راي العام بيان سور، من بعد غنقولو في داخل الجلسه، يا اما تعجيز. انا ما عارفاش، كيقول لك ما عنديش الصفه، انا ما عارفاش القانون، هو كيدوي بحجه القانون، عنده الحق، وحتى انا من 2007 وانا ماشيه بحجه القانون وغادي نوصل بحجه القانون باذن الله. نعم، واخا شكرا لك. مشاهدينا الكرام، غادي نشوف الشق القانوني مع الأستاذة النقط اللي كانت خرج فيها القرار في الأخير ديال القضاء الجالس. أولا رفض الصراح المؤقت، ثانيا حضور شاهدتين وأجل الملف 28 تسعود. كيفاش كتشوفي الأمور؟ مزيان، كيبان لي هذا القرار مزيان اللي عطى السيد القاضي مشكورا، لان الطلبات ديالنا كانت هي هذه. كنا كناكدوا على احضار الشهيدتين عن طريق القوه العموميه، عن طريق النيابه العامه، وكان درنا المره الاولى كان استدعات وحده اللي في المغرب عاديه، استدعاء عادي، كتقول بان مريضه كاينه وما حضراش، هما اللي يديروا الاحضار من القوه العموميه المرة الأولى. المرة الثانية ولكن الوكيل العام الملك ما كينفذش هذا الشيء، وزيد أكدنا القاضي ديال الموضوع بأن هذا القرار خاصو يتنفذ كيف ما بغى يكون، نوعا خاصة تجي، لأن راه هي اللي حركة المتابعة، راه هي احنا ما جيبيناش كأساس شاهدة، حسب بلا جات كشاهدة راه غتورط، لأن هي عارفة كل شيء وغتورط، لأن هي راه المتهمة الرئيسية، هي على بناء الأقوال ديالها اللي قالت السيدة حياة بأن حرضت فوق القرآن، كتقول لها 2016 ولدك قتلوه وحرقوه ولاحوه في البحر. بناء على الاقوال تحركت المتابعه 2016، بقات هنا 3 سنين عند قاضي التحقيق، الخبره كانت 2019 منزله، الا انهم ما اعتقلوا حتى 2019. بغيت نعرف اسباب ديال هذا الشيء، الخبره كانت 2019 وما اعتقلوش حتى 2019. هذه اذا هذه البنت ضروري واساسي، هي البنت اللي في كندا، لان السيده حياتها مشات كندا وقات جمعيات حقوقيه كندا امريكا، هضرت مع الهيئات كلها والجمعيات الحقوقيه، لدرجه ان محامي مغربي تعاطف معها وغادي يساندها في هذا الشيء، على اساس الدراري اللي كاينين برا في كندا هنا غنلتبسوا من عند القاضي، لان عندنا العناوين ديالهم من عند القاضي باش نجيبهم بار انتربول، وكاين محامي تما اللي غيسطروا لنا بار انتربول هذوك الدراري اللي كاينين في كندا، لان كنعتبر انا كل شيء متورط في هذا الملف. كنعتبر بان من 2007 التمويهات لهاش، ومن 2007 حتى 2019، وكيقول لك الزملاء المحترمين اللي كاينوا الدفاع ديال المتهمين هذا الشيء طار 44 جلسه، واش ما كتشوفوش بان مظلومين؟ كيفاش مظلومين؟ واش هما قاتلين وتقول لي مظلومين؟ هما صحابوناش، حنا ما عارفينهمش قاتلين، راه شايفه الصوره اللي فيها القتل، راه شفتها ملي قاضي الهيئه مشكور في ديك الجلسه، ها هو قدام الوالده ديالو، انا قلت لها راه شفت الصوره بان مقتول مضروب راسه، وقع عقله بحال دابا عاد كنشوف فيها في شي ارض في شي دار مضروب الراس والدم كيسيل من راسه مقتول، كان يعني ان شي واحد من الاطراف صورها ولا حال شي واحد، والفرقه الوطنيه يمكن خرجتها وما داوش فيها. تجاوب ملي جيت نصور الملف لقيتو قيتها شفتها، صورت البارتي الاولى، جيت نصور قلتها للسيده حياة، قالت لا ما كايناش، جيت نصور الثانيه ما قيتهاش. والذي اكد لي ذلك هو السيد قاضي الموضوع، الهيئه المشكوره الفارطه، ملي جا كيعيروا لهم في الصور، وصل ديك الصوره قال لهم، قال لي فين هي الصوره اللي فيها هو، يعني انها
راه في 2007 الصوره كاينه، في راه كاينه، راه عارف من 2007 تموهات كاينه من المحكمه ديال المحمديه، لان كانت صوره عندهم لدرجه ان السيده حياه قالت يتعاقبوا عليها بزاف المسؤولين، لان درجه ان في 2013 لان شافت الاستاذ لوسكي داير معاه شي حوايج دارت فيه شكايه، وحنا مقدمين للهيئه قلنا لها ها هي شكايه ديال الاستاذ لوسكي، يعني ان هذاك الشيء اللي تيدير بالصح، يعني اننا خاصنا نفعلوا العداله، خاصنا نفعلوا القانون، خاصنا نبينوا دوله الحق والقانون، ما خاصناش نبقاو في هذه التمويهات. الحمد لله هذه الهيئه مشكوره، لان جميع الطلبات اللي كنديروا كتقبلهم لينا، لان ما يمكنش تقبل لنا بعد ما موهونا في الجثه، قلنا ديروا بان نخرجوا الجثه، وكانوا غايقولوا لنا اوفر دوز مات، لان من الاول هما كانوا باغيين الميل يفتح في 2019 ماشي دابا، لان قالوا لها كانوا قالوا لها ديري عدد موتى وشي شاف شي جثه ما عندهاش الحق، كيفاش عندك لا قبر لا جثه لا والو غديري التمويز وغتنص لك المطالبه بالحق المدني، حيت كانوا باغيين يديروا لها بان مات وحنا حيت في المحضر كاين مات وحنا، واش كاين في ذيك الخبرات كلها ذيك الهواتف المسطره كلها مات وحنا، راه عندنا التليفونات ديال الاباء كاينين تما، التليفونات ديال المسؤولين، وعارفين فين كان هذا مع هذا، هذا الوقت فين كانوا هذو بجوج نعسوا في هذا الوقت، هذا ذاك النهار عارفين كل شيء التوقعات، اذا هنا كاينه واحد عصابه اجراميه كبيره، اللي انا خرجت من الصمت ديالي واعلنت علي انني عارفه ان كاين القتل، ولا داروا لا داروا الخبره على الهواتف، غيجيبوا لنا تحول تولي سكوين عصابه اجراميه مع القتل. مع القتل العمد وغنعرفوا كل شيء، وغيجوا الناس كبار خاصهم كلهم يجيو، ولا حتى واحد فوق القانون، كلنا سواسيه من القانون، لان اللي كنحمينا وكنقول لكم دائما وكنقول وكنبقى نقول بان ما كنعرفوا حتى شي واحد، كنعرفوا الشعار ديال المغاربه كاملين هو الله والوطن والملك، ولا ما كاينش شي حاجه من غير ذلك. استاذ الله يوفقك في المسار ديالك وشكرا لك، كنتمنى لك التوفيق يا ربي. مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع، ودورنا هو نقل الخبر بصدق وبامانه. رئيس الهيئه له سعه الصدر انه استمع لجميع الاطراف، بطبيعه الحال طرف موضوع النقاش اللي هو الدفاع ديال المعتقلين اساتذه من جهابده القانون، رافعوا قدام السيد رئيس، ولكن القرار في الاخير يبقى القضاء الجالس، القناعه الشخصيه ديال القاضي فيما يخوله القانون بطبيعه الحال. في الاخير السيد رئيس رفض الصراح ويطالب مره اخرى ويأمر إذا صح التعبير بحضور شاهدتين وتأجل الملف 28 تسعود. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.